أنا علي العامري ماسترو خيول عالمي مهرجان قصر الحصن تراثنا وشرف لنا نشارك فيه وهذا ثالث سنة نشارك فيه. الشغل هذا اللي نسويه هي طريقة كيف التعامل مع الخيل بلغة الحصان نفسه يعني البودي لانجويج هي لغة الجسم يعني إذا رحت يسار أو يمين أو هي لغة سايكولوجية الحصان نفسه كيف تفهم لغته يعني أو الويسبرينج حسب حد يقول له ويسبرينج. الطاقم هذا كله اللي هنا كله طاقم مواطن خيول من الإمارات مدرب كل الطاقم إماراتي من خيول مدربين وفرسان كله من الإمارات كله من أبو ظبي. فالحمد لله نحن الخيول هذه اللي شفتيها أنت صعب نتعامل من كذي صار الهمس له معنى لأنه كيف تشغل فحولة ويا بعضهم يضربون وفرس مع الفحولة صعب جدا. فمثل ما شفت كانوا كلهم مطلوقين لا خطام ولا شيء وكانوا كله عند الكنترول. المدرب الخيل غير والهورس ماستر غير. فهذا اللي تشوفينه ماسترينج يعني ان الحصان بيمشي على امرك بدون اي كونتاكت بدون اي لمس. فهذا هي اللغه التواصل مع الحصان كيف تتواصل مع الحصان بدون اي كونتاكت. كل خطوه او كل حركه لها معنى بالنسبه للحصان فهو يمشي على حركاتي انا. فما كذي تشوفيني ادور هو يدور اوقف يوقف انا دي يجي فكله كيو او اشاره. طبعا الحصان لو ما يحس ويا شغلي انا ما اشتغل وياه كيف كونتاكت بينه وبين الحصان اذا ما يحس. ريال كان يتكلم معاه عشان يسوي الحركات وسوى وايد حركات حلوه ما شاء الله. احسن يسوون أشياء يعني تعبني وايد مثل الولد اللي سواه يسوي حركات والخيل يوم يركب ومدرب كان بيحكي معه حكاية عشان أنفذها. في ريال كان متدرب على الخيل إنه يسوي حركات فيه وما شاء الله كان وايد زين. أنا ما أعرف أتكلم مع الخيل.